ابوبتوزيس. ابوبتوزيس باي دكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل. للتواصل عبر الموقع خافض.احلى منتدى.نت، وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل اتشال. الايبوبتوزيس، لما اجي اتكلم على الايبوبتوزيس زي ما احنا متعودين دايما ابتدي بالديفينيشن، يعني ايه ايبوبتوزيس وايه الفرق ما بين السيل ايبوبتوزيس والسيل نيكروزيس. السيل ايبوبتوزيس او الايبوبتوزيس بقى معناه ايه؟ كلمه ايبوبتوزيس عباره عن مقطعين، الاول ايبو وتوزيس. ايبو يعني اواي، توزيس يعني فل. ايبوبتوزيس فول اواي، يعني ايه فول اواي او اواي فول؟ معناها ايه؟ عباره عن بروجرامد سيل ديث، او بقول عليها سيل سوسايد، انتحار الخلايا. بلاقي ان السيلز داي اند ار ابزوربد اندر جينيتك كنترول. اندر جينيتك كنترول يعني معناها اكن الخليه بتنتح، سيل سوسايد. يبقى الايبوبتوزيس او البروجرامد سيل ديس او السيل سوسايد هو عباره عن داينج اوف سيلز اند ذير ابزوربشن اندر جينيتك كنترول. امال السيل نيكروزيس معناه ايه؟ او السيل ميردر. بلاقي ان السيل هيلثي لكن بيحصل ايه؟ انها يحصل لها ديستراكشن باي اكسترنال بروسيس. زي ايه؟ زي الانفلاميشن. يبقى السيل نيكروزيس او السيل ميردر از ا بروسيس ان ويتش هيلثي سيلز ار ديسترويد باي اكسترنال بروسيس. زي ايه؟ زي الانفلاميشن. يبقى في فرق ما بين الايبوبتوزيس اللي هو بروجرامد سيل ديس او السيل سوسايد، والسيل نيكروزيس او السيل ميردر اللي هو عباره عن ايه؟ ديستراكشن اوف هيلثي سيلز باي اكسترنال بروسيس ساتش از انفلاميشن. طب ده الديفينيشن. المين تايم اوف انسيدنس اوف الايبوبتوزيس، المين تايم during development of the fetus واثناء الادلتهود. وبالتالي لما اجي اقول الفانكشن اوف ايبوبتوزيس يبقى سيمبلي اعمل كلاسيفيكيشن للتايبس اوف ايبوبتوزيس، وكل نوع اقول الفانكشن بتاعه. ففي عندي حاجه اسمها فيسيولوجيكال ايبوبتوزيس وحاجه اسمها pathological apoptosis. الفسيولوجيكال يعني معناها normally occurring، pathological under certain condition بتحصل وده abnormally. physiological apoptosis أثناء الديفلوبمنت وأثناء الأدلتهود. during development زي إيه؟ in the central nervous system هلاقي large number of neurons are produced and then die during the remodeling that occurs during development and synapse formation. يبقى اثناء ال CNS development and synapse formation بيحصل remodeling، بيحصل apoptosis dying certain neurons and their absorption. بتحصل بردك في الاميون سيستم، الابوبتوزيس بيخلصنا من ايه؟ من inappropriate clones of immunocytes. immunocytes abnormal clones، مجموعة منهم مش عايزينهم فبنتخلص منهم عن طريق الابوبتوزيس اللي هو السيل سوسايد او البروجرام سيلز. احنا عارفين ان الجلوكوكورتيكويد لها لايتك او سبريسنت او ديستراكتيف افكت على الليمفوسايت المسؤول عنه الايبوبتوزيس. يبقى الايبوبتوزيس از ريسبونسبل فور ذا لايتك افكت اوف جلوكوكورتيكويدز اون ليمفوسايتس. طيب اثناء الفيتال ديفلوبمنت هلاقي ان الايبوبتوزيس مسؤول عن الريموفال اوف ويبس بتوين ذا فينجرز. يبقى ديورنج فيتال لايف هلاقي ان الايبوبتوزيس مهمه جدا في الريموفال اوف ذا ويبس بتوين ذا فينجرز.
ان ذا فيتس برضك هلاقي ان الايبوبتوزيس ريسبونسبل فور ريجريشن اوف ذا داكت سيستم ان ذا كورس اوف سيكشوال ديفلوبمنت. يبقى ده اكزامبل للاهميه اوف اهميه ايه؟ الفسيولوجيكال ايبوبتوزيس ديورنج ديفلوبمنت. طب ديورنج ادلتهود احنا عارفين ان في الفيميل بيحصل سايكليك منستريشن، في الادلت فيميل في منستريال سايكل. الاقي ان الايبوبتوزيس بارتيسيبيتس ان ذا سايكليك بريك داون اوف ايه؟ اوف ذا انتوميتريوم اللي هيؤدي الى المنستريشن. مش كده وبس، احنا عارفين ان في الانتستين بيحصل ايه؟ بيحصل سلافنج اوف ذا انتروسايت من التيبس بتاع الانتستينال فيلاي. الايبوبتوزيس ريسبونسبل فور ذا ديث اوف ذا انتروسايت سلافد اوف ذا تيبس اوف ايه؟ اوف انتستينال فيلاي. كلام جميل. يبقى الفيسيولوجيكال ايبوبتوزيس كلمت ديورنج ديفلوبمنت فيتال ديفلوبمنت وديورنج الادلتور. طيب الباثولوجيكال ايبوبتوزيس ممكن يحصل في بعض الحالات زي حالات الاوتو اميون ديزيزز، زي حالات سام نيورو ديجنراتيف ايه ديزيز، زي حالات الكانسر. يبقى ده ايه؟ سيمبلي فانكشن اوف ايبوبتوزيس. وعرفت ان انا عندي فيه فيسيولوجيكال وباثولوجيكال ايبوبتوزيس. طب البوسيبل ميكانيزم اوف ايبوبتوزيس، قال بمنتهى البساطه خلي بالك، انا عندي جروب اوف 16 بروتيز حوالي في الهيومن تقريبا 11 انزيم يحصل لهم، هم موجودين في صوره ان اكتف برو انزيمز، يحصل لهم سيلولار اكتيفيشن، وهذه الجروب اوف 16 بروتيز بيسموها حاجه اسمها كاسبيزس، يحصل لها اكتيفيشن، فالنتيجه ان يحصل دي ان اي فراجمنتيشن سيتوبلازميك اند كروماتين كوندنسيشن ميمبرين بليب فورميشن. بتلاقي الميمبرين كده يتعمل فيه، يبدا يحصل له ديستراكشن، وفي البدايه بيتكون زي فقاعات كده في الايه في السيل ميمبرين، ثم يحصل سيل بريك اب، تبدا الخلايا تتكسر، و ريموفال اوف ذا ديبريس باي فاجو سايتس. يبقى في عندي ان اكتف رو انزيمز موجوده في الهيومن تقريبا 11 من الجروب اوف 16 بروتيازس اللي بقول عليهم كاسبيزس، دول يحصل لهم اكتيفيشن فيؤدوا الى دي ان اي فراجمنتيشن للسيل، سيتوبلازميك اند كروماتين كوندنسيشن ميمبرين بليب فورميشن والسيل بريك اب اند ريموفال اوف ديبريس باي ايه باي فاجوسايتس. يبقى تو سمرايز الكلام اللي اتكلمت عنه النهارده على الايبوبتوزيس بمنتهى البساطه، عرفت يعني ايه ايبوبتوزيس والفرق ما بينها وما بين السيل نيكروز او السيل ميردر، عرفت التايم اوف اوكيرنس اوف ايبوبتوزيس، ثم اتكلمت على الفانكشن اوف ايبوبتوزيس سواء فيسيولوجيكال ايبوبتوزيس ديورنج ديفلوبمنت اور ان ادلت هود اور باثولوجيكال ايبوبتوزيس، ثم اتكلمت على البوسيبل ميكانيزم اوف ايبوبتوزيس. للتواصل عبر الموقع خافضل.احلى-منتدى.نت، وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل شانل. نسألكم صالح الدعاء.